السلام عليكم طلابنا الأعزاء، اليوم نكمل عائلة الفاميلي انتي روبرت تريسي. اليوم ناخذ فد منبر خطر جدا اللي هو اللي يسبب السالمونيلوسيس أو ما يسمى بالتايفويد فيفر. السالمونيلاز جرام نيجاتيف فاكولتيتيف رود شيب بكتيريوم، هاي مواصفاته، من نفس عائلة الإشيريشيا كولاي، عائلة الانتيروبيك تريسي. السالمونيلا ليف ان ذا انتستاينال تراكت وور كولد بلاد، يعني سواء الانيمالز هي من ذوات الدم البارد او الحار هي تستوطن الانتستاين. ان هيومن السالمونيلا ار ذا كوز اوف ذا ديزيز كولد سالمونيلوسيس، وهي ما تسمى ايضا بالانتريك فيفر او التايفويد. Resulting from bacterial invasion of a bloodstream راح يسبب ان systemic infection. The acute gastroenteritis resulting from bloodborne infection intoxication، راح نشوف شنو عندها virulence factor. الموست كمان سبيسيز اللي ممكن تسبب لنا التايفويد للانسان هي السالمونيلا تايفي والسالمونيلا باراتايفي. These bacteria can grow on Mekongi، احنا قلنا انه جرام نيجاتيف ممكن ان تنمو على المكونجي والاس اس اجار والميثيلين بلو اجار، الاوساط اللي ممكن ان تنمو عليها. بس بصورة عامة عائلة الانتيروبكتيريا تنمو على المكونجي اجار. Most strains grow on nutrient agar as smooth colonies، هاي مواصفات المستعمرة يعني مو لك، جاء فقط للعلم يعني. The bacteria have F plasmid، هذا الكلام مهم. Hence can transfer chromosomal genes responsible for O and V and H، هذول الفيريولنس انتيجين اللي عندها ممكن ان تتناقلها ما بينهم ما بين الاشيريشيا كولاي، وذلك لامتلاك الاف بلازمت اللي هو الفيرتيليتي بلازمت اذا ترجعون بالذاكرة لورا قليلا. Also plasmid code for antibiotic resistance are present، يعني ممكن ان تطور لك انتيبايتك ريزيستنس، هاي شكل المستعمرات على الوصف. ولاحظ هنا أنا يعني خلت لك فرق ما بين لون مستعمرة الاشيريشيا كولاي، هذا وسط تفريقي يكون باللون الوردي، ومستعمرات السالمون اللي تكون باللون الابيض. هنا يعني السلايد هذا يذكر لك مواصفات السالمونيلا، يعني بعضها يعني بعضها لك تفيدك وبعضها للاطلاع فقط للعلم، انه كيف تتوصف هذه البكتيريا، تتوصف بانها موتايل ولاكتوز نيجاتيف وهكذا وغيرها من المواصفات. الان نتحدث عن الانتيجينيك ستراكشر. As with all enterobacteriaceae، يعني كما في جميع الانتيروبكتيرياسي، genus Salmonella is facultative intracellular pathogen، يعني able to live inside host cell facultatively، يعني حسب حاجتها. And has three kinds of major antigen: somatic والsurface والflagellar. نبدأ بأول واحد اللي هو somatic O antigen اللي هو cell wall antigen. هو السايد او تشين في الـ LPS و هيت ستيبل اند الكحول ريزيستنت، والقصد من كلمة الكحول ريزيستنت انه هو ما يفقد خواصه الانتيجينية، يعني will not suffer from denaturation during exposure to الكحول، حتى لو تعرض الكحول ما يفقد خواصه الانتيجينية، يذوب بس ما يفقد خواصه الانتيجينية. There are 67 serotypes of which are used for serological identification. استفادوا يعني العلماء طوروا tools لغرض التشخيص بالاعتماد على هذه الفروقات البسيطة. الـ surface envelope antigen أو أحيانًا يسمى الـ VI antigen. سيرفس انتيجين كمالي ان انتريك بكتيريا اكزامبل، طبعا هو شائع في اجناس البكتيريا اللي تابعة للانتيرو بكتيرياسي مثل الاشيريشيا كولاي والكليبسيلا. may be found in some salmonella، ايضا بعض السترينات للسالمونيلا او السيروتاب او الغروب المصلية تمتلك هذا البي اي، وهذا راح يسبب لك مشكلة بالتشخيص. ليش؟ لانه سيرفس انتيجين ان سالمونيلا may be masked with O antigen،
يعني الاو انتيجين اللي انت تبحث عنه وتدز تيست فور انفستيجيشن وبالنتيجه لما يخلوا له انتي سيرا سبيسيفيك فور او ما راح يسوي لك تفاعل انتيجين انتي بودي ويكون لك اجلوتينيشن. ليش؟ لانه اكو الانفلوب اللي هي غطت سوت ماسك الاو انتيجين فيعطيك فولس نيجاتيف. One specific surface antigen is well known, اللي هو ال VI antigen, نوع من أنواع الانفلوبات. The VI antigen occurs in only three species. عندنا ثلاثة species اللي هي السالمونيلا تايفي تابعة لجنس السالمونيلا والسالمونيلا باراتايفي سي والسالمونيلا دوبلن. أما الفلاجيلر انتيجين اللي هو الاتش انتيجين عادة يرمز إليه يعني للسهولة يقول لك اتش انتيجين وأنت فلازم تعرف أنه هو اتش الفلاجيلا. فلاجيلر انتيجين هيت ليفاير يتأثر بالحرارة يفقد خواصه الانتيجينية وعنده عمل ميكسينج بتوين سالمونيلا يعني الفور تيست وذ فلاجيلر سبيسيفيك انتي سيرا اللي هو محضر جيفز اجلوتينيشن يعطي لك تفاعل انتيجين انتيبودي. نجي على الاكسوتوكسين. الاكسوتوكسين اللي تفرز من قبل السالمونيلا واللي تنتج من قبلها. طبعا السالمونيلا سترينز برودوس ثيرمولابايل انتيروتوكسين وليس اندوتوكسين. طبعا ال بي اس هي اندوتوكسين. الانتيروتوكسين that has a relation to كولوروتوكسين جدا يشبه سم الكوليرا وسم الإيكولاي اللي هو الانتيروتوكسين التي in both structure يعني سواء من ناحية التركيب ومن ناحية الخواص الانتيجينية. The second toxin is cytotoxin. السم الآخر اللي يفرز من قبل السالمونيلا هو cytotoxin والفانكشن مالته هي inhibition يسوي البروتين synthesis صناعة البروتين تثبيط. Both of these toxins play role in the diarrhea symptoms of salmonellosis. يعني مسؤولين عن حدوث الدياريا. Salmonella in the natural environment. Salmonella is can be found. يعني نقدر نقول إنه هي موجودة بالبيئة الطبيعية. Salmonella are found in the natural environment سواء كان يعني موجودة بالماء أو بالتربة soil وبعض الأحيان بالنباتات اللي إحنا نسوي consumption لها as food. These bacteria are zoonotic. هاي البكتيريا طبعا مشتركة يعني فد pathogen مشترك بين الإنسان والanimals على اختلاف يعني symptoms اللي تظهر. A human or animal can excrete salmonella either when they are infected سواء هم مصابين بمرض السالمونيلوسيس and when they remain carrier. مشكلة هذا المرض هو وجود الكارير راح نعرف كيف يحدث وليش. يعني الهيلثي كارير نقدر نقول هي public health problem. Also this disease is called food handling borne. مرض كان سابقا يسمى بمرض بربارة او مرض الفود هاندلينج بورن ديزيز مرض اللي ينتقل عبر العاملين او النادل الطاولة. Due to the infected or carrier food handling workers ينتقل بالدرجة الاولى هذا المرض عن طريق الناس اللي هي سواء مصابة او كارير اللي يعملون بتوصيل الطعام نحو المناضد في المطاعم او حتى اللي يقومون بتحضير السلطات وغيرها. Salmonella do not multiply significantly in the natural environment. عادة لا تتكاثر يعني outside digestive tract but they can survive several weeks in water. ممكن تبقى يعني الماء اللي يجيك ملوث بالسالمونيلا يبقى يعني تبقى able to survive several years. ممكن ان تبقى بالتربة اذا ما تلوثت التربة ب يعني sample او ب خلي نعطيك مثال مثلا يورين شخص مريض بالسالمونيلوسيس واجى سوى على التربة التربة هاي تبقى ملوثة يعني ممكن تبقى سنين ملوثة بالسالمونيلا. هذا طبعا depend يعني of course every natural found creature able to be affected by temperature, humidity, pH. الآن نتحدث عن pathogenesis of salmonella infections in human يعني كيف تحدث الأمراضية. بالبداية خلينا نذكر ملاحظة مهمة.
Salmonella infectious in human is different according to the species. طبعا سيختلف إمراضية يعني السيبتومز خاصة وكذا بالنسبة للسبيسيز، يعني التايفي تختلف عن الباراتايفي. يختلف أيضا الانفكشيوس دوز، يعني how many bacterium cells are able to infect الهيومن. That depend according to the species. The nature of contaminated food، يعني طبيعة الطعام الملوث، هل هو طعام يؤكل فريش مثل السلطات أو طعام يطبخ على النار، يعني it depend. And the host status، يعني هذه يعني أهم ما نقدر نذكره، إنه as far as you have a healthy immune system you are protected. An oral dose of at least 10 عندك للأس 5 10 to 5 سالمونيلا تايفي cells are needed to cause typhoid. طبعا هذه نتيجة تجربة على volunteers، human volunteers، 50% من اللي تطوعوا أخذوا جرعة 10 to 5 يعني 10 أس 5 كانت كافية لإحداث السالمونيلا سالمونيلوسيس عندهم أو السالمونيلا ديزيز. Whereas هذا بالنسبة لمن للسبيسيس التايفي، whereas at least 10 to 9 يعني 10 أس 9 هذا التركيز البكتيري اللي هو تايفي ميوريام سبيسيس يعني سالمونيلا تايفي ميوريام تحتاج أورال دوز بهذا القدر. يعني هذا يرويك الاختلاف ما بين تو سبيسيس للسالمونيلا كيف تختلف الجرعة الأمراضية يعني الانفكشيوس دوز. طبعا هنا أنا راح تظهر عندك يعني اعراض المرض بالامعاء والتوكسيك انفكشن، يعني لانه هي يعني توكسيك جينك ايضا. الانفنت وعندك الاميون سمبرس بيشنس خاصة جماعة الديابتكس، الديابتكس كلش هواية يصابون خاصة بالصيف عندنا. افكتد وذ بلاد ديزيز عادة ما ينتشر عندهم بشكل سيستميك و يصبح يعني الإصابة more disseminated وتنتشر حتى للليمف نودز، راح نشوف هسه شوية لخ، ويكونون more susceptible to get infected with salmonella than healthy adults. The pathogenesis of typhoid bacteria enter the human digestive tract penetrate to the intestinal mucosa. هاي كيف تبدي الادهيشن والكولونايزيشن؟ هنا تحدث دخول من خلال الميكوزا without forming lesion and ممكن ان تتوقف بالميزنتريك lymph node، يعني هذه المحطة اللي توصلها تتوقف عندها for multiplication وتزيد عددها حتى تقدر تسوي الانفيجن مالتها. وممكن أن تنتقل from mesenteric lymph nodes viable تتحرك البكتيريا وال LPS endotoxin يبدي يعمل. ليش؟ لأنه راح يبدي عندك بداية resistant اللي هي local resistant phagocytosis will be released into the bloodstream resulting of septicemia، وهذه السبتسيميا تظهر على شكل pyrogenic effect about 12 to 24 hours followed ingestion of the contaminated food containing a sufficient number of salmonella. يعني انت مو شرط غذاء يتلوث بالسالمونيلا ممكن يسبب infection، should contain the enough or sufficient dose of bacterial load. Symptoms appear، اول الاعراض اللي تظهر اللي هي diarrhea vomiting fever. انا يعني من وجهة نظري الفيفر اول عرض واهم عرض، لان الفيفر مميزة جدا بالنسبة للتايفويد، وعادة ما تكون relapsing يعني يحتر ويبرد. And last 2 to 5 days spontaneous cure usually occur. بعض الناس الطيب يعني حتى ما يروح يراجع طبيب. Salmonella excretion by human patient may continue long after clinical cure. هي هاي المشكلة، إنه حتى الconvalescent ممكن يكون كارير، يعني هو شفى والأعراض راحت لكن يبقى.
سيبتوماتيك كارير، اسيبتوماتيك كارير ار بوتنشيالي دينجرس، وهذه هي الخطورة اللي تكمن بمرض التايفويد. يعني لو يسألك من أخطر الأمراض اللي تخص الكارير، رأسا يذكر لك السالمونيلا. ليش؟ لأنه الهيلثي كارير مشكلة مجتمع. يعني about 5% of patients clinically cured from typhoid remain carrier. هاي النسبة عن دراسات إحصائية، ونسبة وضعتها الـ WHO. يعني لو تجيب 100 شخص تصيبهم يعني افتراضيا for experimental يعني volunteers تطوعوا وياخذون effective dose ويتمرضون، 5% من عندهم يعني دائما يصبحون هم healthy carrier for typhoid. وعادة بالنسبة خاصة للكارير يعني الانتيبايوتيك يعني ineffective، مجرد يقلل الأعراض المرضية اللي تظهر. The incidence of a human disease decreased when the level of development of country increased. كل ما يقل مستوى الدول يعني الدول النامية أمثالنا، كل ما نسبة حدوث هذا المرض تزيد. ليش؟ احنا قلت لك احنا مصنفين ضمن الدول اللي هي with bad sanitation system، meaning انه الwater mixing with sewage، هاي مشكلتنا. كل ما يصير improvement بالhygiene ويسوون pasteurization للملك، ليش؟ لان قلت لك هذا zoonotic، فالinfected animal مثل الكاوز والجوت ممكن يسوي transmissible disease بين الهيومن والانيمال اذا انت اخذت الحليب والديري برودكت without good pasteurization، يعني بدون عملية بسترة بشكل جيد. Bad ways of having food like eating raw undercooked food. احنا طبعا ما عندنا هاي الحالة، بس احنا مشكلتنا بالسلطات، يعني باللغة العامة الدارجة هسه المقبلات. المقبلات ممكن تكون فد وسيلة من وسائل نقل المرض. Can cause illness due to these bacteria called Salmonella enteritis infection. وهنا نفد ملاحظة يمكن أول مرة تمر عليك، or egg associated salmonellosis. البيض اللي يجي من الدجاج، البيض يكون سطحه ملوث. ليش؟ لانه نورمال هابيتيت عندك التشيكن، الدجاج نورمال هابيتيت خاصه الهن الدجاج الاحمر، هذول نورمالي فاوند عندهم سالمونيلا. فانت البيض السطح الخارجي ملوث بالسالمونيلا، وهذا يمكن واحد من الأسباب تدعو العلماء لدراسة البيضة كمسبب من مسببات التلوث وناقل للسلمونيلا. هنا أنا مسبب لك أنه يعني هي important public health problem، يعني بالدول خاصة اللي ما تغسل المنتجات الزراعية، يعني وعادة لازم يغسل البيض حتى أنت تستلمه. فإذا ما صارت أكو هيجي واشنج ومعاملات للبيض، ممكن يكون فد مسبب ناقل للسالمونيلا. الانتيبايوتيك سيسبتابيلتي، طبعا هذه البكتيريا عندها بلازميد بون انتيبايوتيك ريزيستنت، وهذا يعني دا يتكرر انه بعض الانتيبايوتيك اللي يستخدمها الأطباء ار نوت افكتيف اني مور. ممكن ان يكون الامبسيلين ستريبتومايسين وغيرها، ممكن انه يكون واحد من الانتيبايوتيكات المرشحة للمستقبل انه ما تستخدم بسبب الريزيستنت. الفاكسينيشن، يعني الحمد لله كثير تطور التلقيح ضد التايفويد وظهرت العديد من انواع اللقاحات. وعادة ما يلقحون الناس اللي هم مثلا اللي ذاهبين للحاج او اللي ذاهبين الى يسافرون ترافلنج الى دول هي اندمك بالسالمونيلا، مثلا اللي يجون للعراق لازم يلقحون بواحد من هذه اللقاحات. ايضا الناس اللي ترتاد المسابح بالصيف، كواحد من شروط التسجيل للمسبح كان سابقا انه يكون عنده شهادة التلقيح بالتايفويد. و 3 types of typhoid vaccine اللي هم oral live attenuated و heat phenol inactivated، واكو يعني فد واحد جديد هو البوليساكرايد كابسول اللي ذكرناها قبل قليل اللي هي الكبسولة ال VI. هذه طبعا يلقح ضد السلالات اللي عندها كبسولة.
هناك لقاح رابع طبعا اللي هو اسيتون انكتيفيتد فاكسين، هذا طبعا موجود حاليا مخصص فقط للقوات المسلحة Armed Forces. هنا ملاحظة يقول لك no typhoid vaccine give 100% effective، يعني ماكو أي لقاح لحد الآن ضد التايفويد يعطيك فد وقاية 100%، وهذه لها أسباب كثيرة. الآن نتحدث عن اللابراتوري diagnosis culturing infected person blood sometimes needed. هذا الإجراء متبع كثير عندنا في مستشفياتنا، إنه يستخدمون الكلتشر للبلد خاصة إذا كانت البكتيريا أجريسيف وسوى ديسيمينيشن للبلد ستريم والفيفر عالية جدا، فيدز إلى بلد كلتشر ياخذون عينة دم ويزرعوها. هذا حتى طبعا يطلعوا له الانتيبايتك بالضبط، لانه قلت لك انه هي عندها بلازميدات وممكن ان تسبب ريزيستن. اليورين از يوجوالي انفكشيوس، يعني اول شيء نبه عنه لازم الطبيب للبيشنت انه يعني بال دبليو سي لازم يكون اجراءاته وقائيه وهايجين عاليه جدا، لان اليورين جدا انفكشيوس بالنسبة للinfected person. and serological test using patient serum، هذا ممكن أن يكون يعني فد وسيلة تشخيص عن طريق السيرم، هو هذا المتبع حاليا بالمختبرات، وعادة الفحص هذا الاسم كمان يسمى بالويدال تيست، يجي بشكل كيت، هذا هو كيت الويدال تيست وبمحاليل هنا، هذه كلها انتي سيرم، محاليل انتي بودي سبيسيفيك ضد انتيجينات السالمونيلا. هذه البليت البلاستيك البيضاء يتم عليها اجراء التيست حتى تظهر الاجلوتينيشن بشكل واضح. كل محلول يمثل انتيجين معين، يبحث عن انتيجين، وهذا شكل الاجلوتينيشن اللي يتكون في حالة اذا كانت الاصابة موجبة. طبعا من خلال هذه المحاليل يقدرون يعرفون انه هل البكتيريا هي بالبلد ستريم او مو بالبلد ستريم، بطور تكوين الفلاجيلا بغير طور، يعني ديبيند، واذا درستوا ان شاء الله دراسات عليا تتعرفون عليها بالتفصيل. الآن نأخذ بكتيريا أخرى من عائلة الانتيروبكترياسي، وهي بكتيريا خطرة أيضا، وهي شيجيلا. شيجيلا هي فد جيناس ينتمي إلى هذه العائلة الانتيروبكترياسي، جرام أيضا نيجاتيف ونون موتايل، غير متحركة، لكن نون سبور فورمينج، لا تكون سبورات، لكن هي أيضا رود شيب و very close related to Escherichia coli، جدا يعني قريبة على Escherichia coli، حتى مرات يكون هناك مسليد بالتشخيص بينها وبين Escherichia coli. الشيجيلوسيس هو المرض اللي تسبب الشيجيلا، is an infectious disease caused by the various species of flagella، أكثر من species بيها، احنا نتحدث عن الجينوس in general. People infected with Shigella develop diarrhea أيضا، يعني هي من مسببات الانترايتس. الفيفر ايضا تسويها عاليه، ستومك كرامز، مؤلم جدا الشيجيلوسيس، مؤلم جدا يكون starting a day or two day after they are exposed to the bacterium، يعني اذا تناول طعام ملوث خلال يوم او يومين الشيجيلوسيس يصير بي ديفلوبمنت. هذا شكلها اندر الكترون مايكروسكوب، وهذه بعد التكبير، ولاحظ انه كثير تمتلك من الفامبريا أو البلاي. The diarrhea is often bloody، يعني عادة يسمى الزحار الشيقي أو الشيقلي، dysentery جدا قوي، بلادي، usually resolve with يعني within week، يعني من 5 إلى 7 days ممكن يصير بي resolve، but in some persons especially young children and elderly the diarrhea can be so severe that patient need to be hospitalized. أكثر شيء يحتاجون الكتروليت والألم، والألم هو واحد من الأسباب اللي تدعو المريض إلى الذهاب للمستشفى. A severe infection with high fever may also be associated with seizures in children less than 2 years old، يعني فد عارض غريب هنا، يعني إمساك البطن عند الأطفال اللي هم أقل من سنتين. Some persons who are infected may have no symptoms، بعض الأحيان،
but may still transmit شغل بكتيريا to others. يعني هي هاي من المشاكل أيضا اللي هو asymptomatic. شغل were discovered over 100 years ago by the Japanese microbiologist named Shige. حتى نقول لك الاسم من إجا، التسمية جاءت إكراما للعالم اللي اكتشفها. For whom the genus is named, there are four species. شنو هي species ذات الموجودة؟ هي شغلة بويدي وشغلة دايزنترية اللي هي الموست كمان طبعا شغلة دايزنترية. فليكسينري وأيضا عندنا سوني. Determining the shigella is the cause of illness depend on the laboratory test that identify the bacteria in stool. طبعا stool حتى هنا يعني أصبحت هناك كتاب جاهزة اللي هو الكاسيت for rapid test. رأسا مجرد يأخذ يعني sample من الستول يخليها ممكن أن تعطي positive في حالة وجود الشجلة. These bacteria spread can easily occur by the fecal oral route. هذه الطريقة fecal oral معناها سواء food or water contaminated with this bacteria able to transmit this infection. And occurs in the area where hygiene is poor. يعني الدول خاصة الفقيرة اللي يعني وسائل إيصال المياه عندها جدا متواضعة. حتى الفود هاندلنج يعني ايضا متواضع. epidemics may be food borne or water borne بالحالتين تنتقل. شغله can be also transmitted by flies. يعني شنو؟ يعني اذا كان هناك كومه من الويست او النفايات وتجي يوقف عليها الذباب وممكن انه اكو بائع متجول شويه يعني فد مسافه ممكن انه اذا وقف هاي الفلاي ينقله بشكل ميكانيكي. يعني ميكانيكال ترانسبورتينج ممكن يسويها خلال الأرجل والأجنحة. The inoculum of 10 to 20 organisms is sufficient to cause infection. يعني شوف هنا نشقد البكتيريا خطرة. يعني إنه 10 وحدات يونت من البكتيريا إلى 200 كافية لإحداث شيجيلوسيس. التريتمنت للشيجلوسز ممكن انه باستخدام الانتيبايوتيك وعادة الاستخدام الامبسيلين ترايمثبريم وغيرها و يعني بصورة عامة ممكن ان تقتل البكتيريا وتسيطر على الجاسترو انتستينال جاسترايتس طبعا ويقلل من الديوريشن للمرض. الاميونيتي اند فاكسين someone has had shigellosis if someone they are not likely to get infected يعني protective الانفكشن بهذه الحالة. حتى لو ما كانت forever ممكن تكون at least for several years. This immunity is due to the secretory IgA اللي هو SIgA. currently حاليا there is no vaccine. يجوز بالمستقبل يكتشفون واحد لكن حاليا there is no vaccine against shigellosis. الشيجا توكسين هنا يعني خلي شوي نوضح يعني what are the information available about the shiga toxin. طبعا اسم خطر جدا لذلك لازم يعني واحد يتناوله. ليش؟ لانه دائما يصير بي مسليد ومسدايجنوز مع الاشيريشيا كولاي توكسينات خاصة الضرب المصلي اللي هو O157H7 هذا قلنا يسبب outbreak. ما يعني شغله لحد الآن ما يعني وضحوا اكو يعني outbreak يخص الشيجلوسيس لكن هذا الضرب او السيروتايب كثير يسوي لنا outbreak في بداية او نهاية الصيف بالبلدان خاصة اللي اجواءها حارة. فإذا هو اسم produced عادة يسمى فيروتوكسين مشابه تماما للفيروتوكسين اللي ينتج من الانتروهيموراجيك ايكولاي اللي هي EHEC السترين هاي اللي ذكرناها. The syndromes associated with shiga toxin include dysentery, hemorrhagic, just like E. coli اللي هي enterohemorrhagic, hemolytic uremic syndrome أيضا يحدث. The name is dependent upon the causative organism and the symptoms which
may include severe diarrhea, هذا الفيروتوكسين يتحدث عنه, abdominal pain, vomiting, bloody urine أيضا يحدث هنا عندنا, يعني فتحالة special in case of hemolytic syndrome. The start of symptoms is generally within a few hours, يعني خلال ساعات من تناول الطعام الملوث, وقلنا عدد الانفكتيف دوز مالته واطئ جدا هاي المرض يعني, with higher doses leading to more rapid onset, كل ما تزيد جرعة الماء ما أخذها من الانفكتيف كل ما تسرع الأعراض بالظهور. There is no antidote for the toxin, لا يوجد يعني مضاد للسم إذا ما أفرز في داخل جسم الإنسان. Supportive care requires maintenance of fluid electrolyte, بالضبط نفس المانجمنت للإيكولاي, monitoring and support kidney function. Immunoassays are available for rapid diagnosis, وقلناها قبل قليل سواء نبحث عن البكتيريا أو السم أكو immunoassay rapid, هذا الرابيد تيست يعني دي يسوي يعني فد عمل يختصر به جهد كثير. الستركتشر اوف ذا توكسين, التوكسين از مالتي سب يونت مشابه لل طبعا للايكولاي, بروتين ميد اوف اب وان مولكيول اوف ان سب اي, طبعا الاي سب يونت هي ريسبونسبل فور توكسيك احنا ذكرناها وهذا شيء مكرر بالنسبه للسموم. وبالاضافه الى هناك 5 مولكيولر مولكيولز اللي هم بي سب يونت ريسبونسبل فور ذا بايندينج تو ذا سبيسيفيك سيل تايب. الان نتحدث عن ميكانيزم اوف اكشن, طبعا هذا التوكسين اكت اون ذا لايننج اوف ذا بلاد فازلز, هذا فد ميزه بالنسبه له لذلك يسبب هيموراجيك ديزانتري خاصه بالفازيكولار اندوثيليوم. ذا بي سب يونت اوف ذا توكسين بايند تو ذا كومبوننت اوف ذا سيل ممبرين نون از جي بي 3, هذا الريسبتور مالته, وبعدين يكون وياه معقد كومبلكس, وهذا الكومبلكس يصير بي انترنالايزيشن ويدخل. When the protein is inside the cell, إذا نجح في الدخول إلى داخل الخلية التارجت, الأي سب يونت هنا راح يبدي بالعمل مالته. الأكشن مال الأي سب يونت هو شنو؟ هو يروح على الريبوسوم ويسوي لها ان اكتيفيشن, طبعا الريبوسوم فد شيء افيشنت وجدا كريتيكال بالنسبه لصناعه البروتين, لذلك اذا توقف الفانكشن مال الريبوسوم راح يصير عندنا توقف صناعه البروتين. The A sub unit of shigatoxin is an N glycosidase that modifies RNA, هذا يعني ال يعني molecular action للسم. The RNA component of the ribosome to inactivate it and so bind a hub to protein synthesis, راح يوقفه leading to the death of the cell, يعني هذا كلها الميكانيكية تؤدي إلى موت الخلية نتيجة نقص صناعة البروتين. The vesicular endothelium has a continually renew itself, هنا الرفلكس مال توقف صناعة البروتين وموت الخلايا اللي هي باللايننج بالفاسيكولار اندوثيليوم راح يؤدي الى توقف عملية الرينيوينج اللي تصير بشكل continuous, so this killing of the cell leads to a breakdown of the lining and hemorrhage, هاي النتيجة الconsequence. The first response is commonly a bloody diarrhea. This is because shigatoxin is usually taken in with contaminated food or water. بعض الأحيان مو شرط دخول الشجلة نفسها, يمكن دخول التوكسين واحدة إذا ما كان مفرز في داخل فم طعام معين محضر بطريقة غير نظيفة, دخول هذا السم it is very enough to cause the symptoms. The toxin is effective against small blood vessels, طبعا على الأوعية الدموية الصغيرة, which such as found in the digestive tract, the kidney, the lung, but not against large vessels such as the arteries or major veins. A specific target for the toxin appears to the vesicular endothelium, وهذا طبعا بالجلوماريولي لذلك يسبب لك blood urine. When this is a filtering structure of the kidney, طبعا بالكيدني, لذلك إذا الكي structure عندك يصير بنيكروسز
راح يعني destroying these structures will lead to kidney failure. يعني هذا فشي يعني منطقي. وبس هاي ايضا عندك food poisoning، يعني مو شرط with شكلها توكسين، مو شرط انه يأثر فقط على ال gastric tract، يعني ممكن يكون له effect on the lungs and the nervous system. ليش؟ لأنه السوم ممكن يصير بي dissemination بال blood stream، فوين ما يلقي الريسبترات مالته ممكن انه يسوي attachment وتدخل الوحدات والاي سب يونت تدخل وتباشر عملها بالتوكسيك افكت وتوقف صناعة البروتين اللي تو سيل ديث وهكذا. الان نتحدث عن البروسيلا او البروسيلوسيس. البروسيلا هي بكتيريا ليست طبعا من ضمن عائلة الديروبكترياسي، لكن دائما ما تدخل اثناء ما نشرح الجاسترو انترايتس، هذه الامراض اللي تصيب القناة الهضمية، البروسيلا ضروري تنشرح مع السالمونيلا والايكولاي، لانه المانفستيشن احيانا يصير بها تشابه، بالاضافة الى انه اكو كومن انتيجين خاصة بالنسبة للبروسيلا، عندها شيرد انتيجين مع السالمونيلا، وكثير ما تعطي كروس رياكشن لما تدز التيست فور كونفرميشن لللابراتوري، ممكن ان يعطيك فولس نيجاتيف وممكن ان يعطيك فولس بوزيتيف فور بوث. فدائما تشوف الاطباء يدزون التيست في البروسيلا والسالمونيلا بوث، يعني اثنيناتهم الاعراض جدا متشابهه، واثنيناتهم تقريبا المصدر مالهم هو فروم انيمال، لانها زونتيك ديزيز بالنسبه للسالمونيلا والبروسيلا. نتحدث عن البروسيلا، هي كوز ذا ديزيز برايمرلي ان دومستيك اند سام وايلد انيمال، الحيوانات الداجنه الاليفه خاصه الهربيفوروس اكلات الاعشاب. Most are also pathogenic for human. طبعا zoonotic disease هو البروسيلا او حمى مالطة. In animal بروسيلا affect the reproductive organs، لذلك تكون الاعراض مختلفة تماما from animal to human، يعني symptoms والاعراض والريسبتر للبكتيريا بالهيومن تختلف تماما عن الانيمال. الموست كمان سيمبتوم بالانيمال هي الابورشن، يعني ريكيرنت ابورشن يصير عندها، وهي هاي يعني السيمبتوم الواضحه اللي يعني اكثر ما يصير لها ديتكشن. هيومن بروسيلوسيس اذ ايذر عن acute ديزيز اور persistent ديزيز، طبعا اللي يصير ببروسيلا يعني شفاء يطول جدا. كثير وايد رينج اوف سيمبتومز، يعني اعراض كثيره تتخلل هذا المرض، راح نشوف بعض من عندها. عاده ما يطلق اسم اتروزونوسيس على البروسيلا، ليش؟ لان ان ذات اول هيومن انفكشنز ار اكوايرد فروم انيمالز، ما عندنا مصدر للمرض غير فقط كونسمشن اوف انيمال برودكت، منتجات الحيوانات اللي تستهلك هي المصدر الوحيد للإصابة بالنسبة للإنسان، يعني ما ممكن أن تأخذ أنت من البيئة من التربة أو بإصابة معينة، فقط عن طريق استهلاك المنتجات الأنيمال. The disease controlled by the routine practice، خاصة الباستورايزيشن، يعني كثير هسه أرويكم بوسترات الـ CDC والـ WHO توعية عدم استهلاك الرو ميلك والملك برودكتس، طبعا الدياري برودكتس ضروري انه يصير لها رايت باستورايزيشن او عملية بسترة صحيحة، هي تسخين الحليب الى درجة 60 او قريب 70، اكثر يجوز من 70، وبعدين لمدة نصف ساعة قبل ما يغلي، وبعدين يعرضوه الى تبريد مفاجئ، هذا يسبب له هيت شوك كافية لقتل جرثومة البروسيلا وعدد كبير من الجراثيم اللي تجي بالحليب. As well as by eradication of infected domestic animals، طبعا الانيمال انت يعني ضروري يكون لها يعني فتسيطر الامراض، هذا مرض انفكشيس ما بين الانيمال يعني،
فالفترينري vaccines are available and providing some protection to cattle, sheep and goat. هذول الموست كمان احنا اكثر يعني الانيمال الهيربيفورس او اكلات الاعشاب اللي نستهلك منتجاتها هي الكاتل والشيب والجوتس. هذا شكلها البكتيريا under electron microscope. وطبعا هي جاية على شكل كوكو باسيلا، يعني ما بين الباسيلاس والكوكاي او عصوية يعني بشكل مستدير. هذا شكلها تحت المجهر الضوئي under oil immersion. نتحدث عن الستركتشر والفيرولنس فاكتورز. البروسيلا هي من الجرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، قلنا قبل قليل انه هي شورت رودز او يعني تقدر تقول عصويات قصيره اصبحت مائله للتكور. from the family Brucellaceae، طبعا غير فاميلي ما لها علاقه بالانتروبكتيريسي، لكن الريليشن اللي هي الانتيجينيك ستراكشر صاير بيه ريليشن قويه كثير، والاعراض متشابهه والتارجت ايضا متشابه. they are non spore forming bacteria، لي كبسول ما عندها ولا فلاجله، therefore non motile، فاذا هي غير متحركه لا تمتلك الفلاجله. The outer cell membrane closely related to other gram negative bacilli، هي هاي يعني السبب في وضعها ضمن دراسة عائلة الانتريك بكتيريا هو هذا. وطبقة ال LPS مشابهة تقريبا، الكومبوننت الثلاثة اللي بيها متشابهة. No Brucella species has been found to harbor plasmid، ما عندها بلازميد و they cannot get plasmid. they can get plasmid. طبعا العائلة المعوية بصورة عامة تتبادل البلازميدات. the metabolism of Brucella is oxidative aerobes slow multiplication optimum temperature 37 مئة، وتعطي pathogenic bacteria اكيد درجة حرارة 37 is optimum. enrichment medium تحتاج وتحتاج الى support for growth، وعادة الكولونيز مالتها تصبح visible بالسوليد ميديا يعني ما بين 2 إلى 3 days. هذا شكلها على طبق المكونجي لما تنزرع السواب أو المسحة. لاحظ أنه الستريك هنا عريض لأنهم مستخدمين مسحة بالزرع، وهذا شكل الكولوني اللي تطلع. طبعا كولوني صغيرة جدا لكن تعطيك فد يعني مظهر يشبه رأس المسمار. there are six species of Brucella، كثير اكو يعني species ستة، لكن اللي يهمونا فقط احنا البروسيلا ابورتس والبروسيلا ميلتنسس. طبعا اجتي هذه الميلتنسس من عندها حمى مالطا، وهي شخصت لاول مرة في جزيرة مالطا وسميت على اسمها. وبروسيلا سويس are serious pathogens in human، هذول ثلاثة هم ممكن يسببون الحمى للانسان. عندنا ايضا بروسيلا كانز كوز مايلد يعني مرض خفيف، يعني هناك ايضا تو سبيسيز لكنهم يعني ما يسببون يعني اصابات للانسان، لا يشكلون اهمية. there are two different O chains in بروسيلا belong to LPS، ممكن انه تشخص شكلين من ال LPS ذوي خواص انتيجينية مميزة. ذول الاثنين هما A و M، طبعا الـ A جاي من الأبورتس والـ M جاي من الميلتنسز، هذول أهم اثنين بالنسبة للإنسان. نتحدث عن clinical manifestation. the incubation period is often difficult to determine but is usually from 2 إلى 4 week، مرات يكون أكثر من هاي الفترة. يعني لو تسأل المريض شو وقت تناولت منتجات ألبان وكذا ممكن يكون فترة أطول. subclinical infection is common in the simplest case the symptoms start with influenza like، يعني تبدأ خاصة بالسخونة وأعراض تشبه الإنفلونزا، وممكن أن تصل حرارة 40، آلام مفاصل جدا واضحة وكثير تبين على المريض باللب والباك أيضا، وممكن أن تصبح سيفير إذا ما خرجت البكتيريا من الليمف نود وظهرت للبلد ستريم. ممكن السويتنج بالنسبة للبروسيلا والسالمونيلا جدا شائع.
أو طبعا بصورة عامة فاتيجو. الليوكوسايت كاونت tends to be normal or reduced. إذا تسوي له total white بي سي كاونت ممكن يكون عنده ريدكشن. هذا نفس الكلام ينطبق على السالمونيلا. بعدين الليمفوسايتوسيس يصير عنده بعد هاي المرحلة on physical examination. سبلينوميغالي ممكن تشوف عنده. The disease is not يعني إذا أنت ما عالجت المرض يعني أو ما شكيت بوجود بروسيلا ممكن أن تستمر الأعراض من 2 إلى 4 weeks يعني، وراها يبدي الكيور. هذا الكيور يكون سبونتينيسلي، هذا إذا ما كان عنده healthy immune system. لكن بعض الأحيان الناس يعني خاصة immunocompromised, a diabetic patient, suffer from serious signs. These may produce indolent fever. أكثر عارض شائع هو الحمى اللي متقطعة، يعني يصير زين وترجع مرة ثانية تظهر الحمى. طبعا ما بين فترات intervals يعني ممكن تتراوح إلى 10 أيام، يعني فترة ما بين مرحلة فيفر ومرحلة فيفر جديدة. يعني للعلم انه هاي المرحلة اللي تظهر بها الفيفر هي المرحلة اللي تخرج بها البكتيريا من مخابئها في اللمف نود. انيميا از اوفن ا فيتشر ترو ريلابسز، يعني هو هذا اللي تحدثت عنه، ريلابسز يصير طبعا خلال اشهر، مستحيل يطيب المريض يعني خلال شهر او شهرين، يعني تبقى فترة طويلة وعلاجها طويل. هاي من الامراض المزمنة والمزعجة بالعلاج. هذا صورة بوسترين للسي دي سي، التحذير من استخدام الرو ميلك دائما، يعني يحذرون من استخدام منتجات الحليب بدون بسترة. وهاي بوسترات توعية كثيرة يعني تحس على الإراديكيشن للمرض من خلال السيطرة على الديري برودكت. الموست افكتد بيرسون يعني اكثر الناس الاصابات، يعني اكثر الناس اللي ينصابون ريكفر انتيرلي وذين 3 الى 12 مانث. ذكرنا انه فتره علاجه طويله ومن الامراض المزمنه المزعجه. But some will develop complications marked by involvement of various organs. ال vital organs هنا راح تتاثر. ممكن يصير عنده كرونيك، كثير شائع وكثير من الحالات عندنا بالعراق تتحول الى كرونيك، يعني مس دايجنوسيس يؤدي الى تحول المرض الى كرونيك، لانه انت محتاج تعالجه في فترة ان يكون اكيوت. complication include arthritis، طبعا هذا الموست كمان عندنا بالعراق، يتحول من كونه مرض يعني بالجاستريك يتحول الى بالجوينت، والبكتيريا يعني تبي تختل بالجوينت وبعدين تسبب لك arthritis. واضح جدا هواي كثير من يعني الاعراض الجانبية، بس عندنا بالعراق اكثر شيء الارثرايتس. هاي طبعا نسبتهم هذول اللي يسوون complications هاي سبونديلايتس وغيرها 10% يعني من الكيسز، يعني اذا انصابوا 100 يعني 10% من عندهم يعني يصبح عندهم development او chronic illness. ممكن ان توصل للcentral nervous system ايضا وتسبب meningitis، هاي نسبتها 5% يعني هذه occasionally يحدث، يعني مو كمان بس يحدث. in contrast بالانيمال، يعني بالانيمال ذكرنا انه العارض الوحيد هو الابورشن. بلي بريجننت وومن ما يحدث عندنا ابورشن، وهذا كان صار نقاش عليه كثير انه بعض الاحيان يقولون انه لا هذا خطأ علمي، لا تسبب ابورشن لدى النساء لانه مستلماتها مختلفة. الهايبرسنسيتيفيتي رياكشنز which may mimic the symptoms of an infection may occur in the individual who are exposed to infective material after previous events of a clinical infection. ممكن تسبب أعراض يعني فرط تحسس أيضا، لأنه ممكن تسبب induction للسيل mediated immunity بالإضافة إلى humoral mediated immunity. الآن نتحدث عن الباثوجينيسيس البروسيلا ار فاكولتيتيف انتراسيلولار باراسايت، فإذا هي انتراسيلولار باراسايت
اختيارية، لكن معظم الأحيان هي intracellular. ليش؟ حتى تتخلص من دفاعات الجسم. multiply mainly in monocyte or microphage. طبعا انتم تعرفون انه المونوسايت هي بالبلاد ستريم، لكن لما تدخل بأنسجة الجسم يتحول الى اسمها ماكروفاج بالاي. هاي الماكروفاج سيلز تدخل بداخلها هذه البروسيلا. هاي الخاصية الكاركترستيك is basic in pathology، يعني هي امراضيتها تعتمد على وجودها في داخل خلايا الماكروفاج. طبعا راح اشيل حركتها، احنا محتاجيها لان هي المين سيل ذات برودوس انتيجين بريزنتيك سيل او اي بي سي. clinical manifestation and therapy of the disease هذا كله يعتمد على وجودها intracellular parasite. the organism may gain entry to the body through a variety of portals راح نعرفها. because of the infection is systemic، يعني عادة الإصابة مو local ورأسا تنتشر بالبلاد ستريم وتسبب لك الحمى، لذلك it is often not possible to determine which portal was involved. ما راح تقدر تحدد للبيشنت اللي يجي. البيشنت هيستوري ينفعك بهذه الحالة كثير. الاورال انتري طبعا هو الموست كومن باي انجكشن اوف كونتامينيتد انيمال برودكتس مثل الملك، خاصة الرو ملك واي واحد من الدريفيتيفز مالته، يعني دياري برودكتس كثيرة، الاجبان، الالبان، خاصة انواع الدياري برودكتس اللي ما تحتاج غليان كثير بالانتاج. or by contact ممكن ان ينتقل اذا by contact with the contaminated fingers probably represents the most common route of infection، خاصة بالنسبة للعاملين بمساس مع الانيمال اللي بالحقول او الفترينري الزراعيين، الناس اللي بالحلابات الميكانيكية اللي يلامسون الضروع واللي ينظفوها، هذول الموست كمان افكتد. inhalation of aerosols ايضا ممكن ان يكون في route of infection من خلال aerosols contaminant conjunctiva، ايضا من خلال الميوكس ممبرين اللي بالعين ايضا في الطريقة اخرى ومثبتة انه هو يلامس الضرع ويمسكه وبعدين يجي يلامس الconjunctiva مالته يسوي لها inoculation. بهالحالة الانهيليشن ممكن ان يكون بالاندستريال اوت بريك، عادة العمال المصانع الالبان ممكن يصير عندهم اوت بريك بروسيلوسز. بريكيتونياس ممكن بريكيتونياس عن طريق الجلد ايضا، اذا اكو ابريجنز او سكراش ممكن ان تدخل اكسيدنتلي، ممكن ان يصير بالانوكيليشن، وهذا عادة يصير لكن مو بكثافة حدوثه بالروتس اوف inoculation الأخرى أو الكونتامينيشن الآخر. البروسيلا سبيسيز differ in their capacity to cause invasive human disease. طبعا عندك بروسيلا ميليتنسز is the most common pathogenic بروسيلا، أكثر انتشارا شيوعا. طبعا بروسيلا أبورتس هي أكثر شي فور أنيمال لكنها زونتك وممكن تسبب أيضا مرضى للإنسان، ومرات تجي من الأنيمال لأنها يعني شيرد باثوجين بين الانيمال والانسان، لكنها less frequent. معظم الحالات السبب كلينيكال يعني يطي بوزيتيف لكن السبب كلينيكال هي ابورتس، وممكن ان يعطيك اعراض بسيطه وخفيفه. the virulence of brucella suis طبعا هاي اكثر شيء يمكن تصيب الخيول، ما عندي يعني معلومه اكيده لكن كلمه سويس باللاتيني معناها خيول. هاي السترين جدا يختلف اصابتها يعني، لكنها بالانسان ممكن تكون معتدله انترميديت. هذا الرسم اللي امامكم هو مخطط يمثل اللايف سايكل تقريبا او الروت اوف انتري بالنسبه للانسان. عندك هنا الانجستشن، عندك الكونجكتيفا، عندك الانهيليشن، وايضا فيا سكين سكراش او ابريدد. The invading يعني البروسيلا اللي تجي تجتاح جسم الإنسان rapidly phagocytosed by PMN. PMN اللي هي polymorph nucleoside وبروسيلا frequently able to survive. وهنا تكمن مشكلتها انه هي بعد ان يصير بها engulfment ما راح تموت بداخل اللايسوسوم، وبعد اندماجه باللايسوفاغوسوم
ما راح يصير بيها كولينج ولا دايجستشن، وبالنتيجة تبقى عايشة. طيب إذا هي بقت سيرفايف داخل البي ام ان اللي هي خط الدفاع الأول للإنيت اميونيتي، وبالنتيجة هذه الخلية لما تفتر بالبلد ستريم راح تنقل هذه البكتيريا وين ما تروح تنقلها. عندها قابلية على عمل انهبيشن للبكتيريوسايدال بيروكسيديز، احنا قلنا المايكروفيج وليس الماكروفيج بالاي، المايكروفيج بالاي هاي اللي هي بي ام ان سيلز، عندها قابلية على انتاج البيروكسيديز اللي هو عامل ماسخ ويقتل البكتيريا، لكن هذه البكتيريا عندها قابلية على مقاومته. ليش؟ لانه تسبب له تثبيط. Early infection, macrophage are ineffective in killing the intracellular Brucella. الرسم القادم يمثل لك انه spreading كيف يحدث، انه البروسيلا هذه الفاجوسايتك سيل وين راح تنشر هذه البكتيريا، يعني تفتر بالبلد ستريم بالسيركيليشن، وبالنتيجه تنقل هذه البكتيريا للبون مارو، لللمف نودز، للسبلين، للليفر، اند اذر فايتال اورجان. ان سيستميك سبريد، اصبح عندك هنا السيستميك سبريدنج للبروسيلا، the bacteria are transported within neutrophils and macrophage. إذا ما دخلت بداخل الماكروفاج بعد خط الدفاع الثاني اجى بدينا بالspecific immunity or in the bloodstream outside cell. The bacteria spread widely from original regional lymphoid tissue. طبعا راح تبدي تهاجر من الأعضاء الليمفية أيضا، هذول هم الأعضاء الليمفية أكيد أخذتوهم عددناهم قبل قليل، وراح تبدي تطلع وتتحرك بحريتها وتصيب أعضاء ومواقع أخرى. طبعا بالحيوان تختلف تماما الإمراضية، وعادة ما تستوطن الريبرودكتيف أورجانز. In humans the tissue lesion produced راح لما تدخل في داخل واحد من ذول الفايتال اورجانز اللي هم اصلا هم اعضاء من ضمن الليمفويد سيستم، راح يصير بها ليجن. هاي الليجن نوعها من نوع الجرانيولوما، واكيد اخذتوها، هي نوع من انواع الانفلاميشن واللي يحدث نتيجه كرونيك انفكشن. هذه الكرونيك انفكشن تكون for long standing period، وبالنتيجة راح يجي يصير حولها epithelioid cell و polymorph nuclear cell، وأهم من هذا كله هي تجي الجيانت سيل. الجيانت سيل هي عبارة عن عدد من خلايا الماكروفيج تتحد مع بعضها وتكون لك جيانت سيل. النيكروسيس از نوت كومن، ما تحدث لك نيكروسيس. ليش؟ لانه الجسم راح يغطيها بهذا النسيج اللي هي الجرانيولوما، وين ما يلقي بكتيريا يغطيها ويبني له جدار فايبرين حولها، ويصبح يعني تصبح ريستريكتد حركتها. هذه اذا ما سيطر عليها وكان عندك هيلثي اميون سيستم. لا يتكون ابسس ولا تتكون نيكروسيس بالحال يعني بهذه الاصابه. The fact that human rapidly develop hypersensitivity، طبعا الانسان يصير عنده hypersensitivity. ليش؟ لانه هذه البكتيريا اعراضها وسلوكها يؤدي الى induction للاميون سيستم السيل ميديتد، وهي المرة اللي ذكرتها قبل قليل. الهوست ديفنسز كلا حقيقة انه الانتي بودي ميديتد والسيل ميديتد اثنيناتهم يصير بيهم activation، لكن لكون البكتيريا عندها قابلية على الاختباء في داخل خلايا المونوسايد أو الماكروفاج راح يطيل من فترة تكوين effective immunity، فعادة ما تكون cell mediated more effective than humoral. الآن نتحدث عن الإبيديميولوجي أو الوبائية اللي تخص حمى مالطا أو إصابة بالبروسيلوسيس. طبعا بروسيلا ميليتانسيس هي in sheep and goat represent the most important source for brucellosis in human. أكثر شيء الماعز يعني بالإنسان، يعني يأكلون حل يعني أجبان الماعز، أكو ناس يعني تدورها، فإذا كانت غير مفحوصة يعني most common cause. Humans are infected by the handling of infected animals and the consumption of raw milk
يعني حليب الأبقار خاصة، والملك برودكت، الدياري برودكت بصورة عامة، يعني اللي تيجي من حليب الأبقار وحليب الماعز والشيب هي المصادر. سبيشالي فريش سوفت تشيزز، هسه ذكرتها الأجبان اللي فريش، because بروسيلا invade the mammary gland of infected ruminants، يعني المجترات بصورة عامة هي هدف بالنسبة لهذه البكتيريا، مستلماتها موجودة في ضروعها. بروسيلا سويس occurs in most areas in which pigs are kept. هي من اسمها سويس، أعتقد لو خنازير لو خيول، هي الموست كمان يعني تصيبهم إلهم. هذا الشكل هنا يوضح الإصابات الموست كمان تجينا من أكثر المصادر، يعني الكتل وغيرها والجوت الدوكس، حتى الدوكس ممكن أن تنصاب. The diagnosis of brucellosis is primarily dependent on the clinical suspicion. يعني قد ما يكون الطبيب عنده suspicion كل ما يكون أفضل، ممكن أنه يبدأ بالتريتمنت المناسب as early as possible، هو هذا اللي ممكن أنه يساعد المريض. الهيستوري ممكن أن يفيد الدكتور، يستفاد من هيستوري المريض أيضا، مثلا إذا كان عامل في مجالات الفيترينري، عامل في مجالات الدياري برودكتس، في مصانع مثلا الملك هاندلينج، هذول كلهم مور افكتد. طبعا الترافل أيضا، لأن قلنا باي كونتاكت ممكن أن ينتقل هذا المرض. البرزنتيشن كان بي هايلي اتيبيكال، ماكو فد عوارض نموذجية ما عدا يمكن الفيفر هي أكثر عارض، والسويتنج. الفوكال ليجن ماي بريزنت ديكيد افتر اكسبوجر، يعني ما لحد الان، يعني هاي خبرة 20 سنة، ما شفت واحد تمرض بالبروسيلا وطاب وصار يعني كيور عده يعني نهائي، لا ابدا، دائما دائما يشكي من اعراض او تاثيراتها. بلاد كلتشر كثير من الاطباء بدوا يعتمدون عليه، لانه يعني هي فد ميثود اوف تشويس تو جيت ذا اكزاكت ميديكيشن which is most suitable for the بروسل، لانه هي هاي فتره طويله راح ياخذها المريض. اذا انت ما نجحت في ايقاف هذا البروجريس مالت المرض وتوجهه نحو الانفيدنج لللمف نود والمونوكلونال سيستم، انت راح يصير المرض كرونيك، ويصير الانتيبايوتيك مجرد لتسكين السيبتومز مو لغرض الكيور. يركزون على الايرلي ميديكيشن، لازم انه يحصل عليها المريض، والانكيوبيشن ممكن تكون لمدة 4 أسابيع، وذكرت لك هذا يختلف، it is very between patient and others. عندنا اختبار اسمه طبعا للاجلوتينيشن اسمه روز بنجل تيست، هذا الاختبار يعني هذا البيسك الاصلي اللي العالم اللي اكتشفه وسمي على اسمه، اختبار مهم جدا، يستخدم انتي سيرام يعني بريبيرد محضر خاص، هذا شكل الكيت مالته اللي يجي. هذا يختلف عن السالمونيلا، مع انه كل مختبر لازم يشتغلهم، بعض الاحيان الاطباء تطلبهم 2، فمو كل مختبر لازم عنده كيت خاص بالسالمونيلا او كيت خاص بالبروسيلا، اعراضهم متشابهه، فعاده ما يطلبهم 2 هم الطبيب. فالكيت البروسيلا اللي هو الروز بنجال بي بس فقط واحد، يعني محلول انتي سيروم واحد، وطبعا كل كيت بي كنترول بوزيتيف وكنترول نيجاتيف، هذول ما نذكرهم، هذول من بديهيات العمل بالسيرولوجي. هذا شكل الاجلوتينيشن اللي يحدث، هذه الحالة بوزيتيف موجبة، وهذا شكله في حالة النيجاتيف، هنا اكو اجلوتينيشن وهنا لا يوجد اجلوتينيشن، معناها عدم وجود انتيبودي، عدم وجود الانتيجين اللي نبحث عنه. الاختبار الجديد اللي هو هذا الكاسيت، هذا الكاسيت اختصر كثير من الجهد، وعادة ما يسمى نوع من انواع الاميون اسي، طبعا هو استخدام المونوكلونال انتي بودي، وواحد من البايوسنسرات اللي حديثا ظهرت، باستخدام قطرة واحدة من السيروم ممكن ان تعطيك نتيجة بوزيتيف او نيجاتيف. الكنترول اند تريتمنت، individuals who are in contact with animals can protect themselves by wearing impermeable clothing، طبعا rubber boots، انت تشوف دائما الفلاحين بالمزارع الأجنبية ما يدخل للحقل إلا ما كان يرتدي البوتس هاي اللي عالية اللي هي rubber،
جلوفز طبعا اند فيس ماسك، هذني طبعا بي بي اي خاصه بالعمل بالمزارع. على رأسهم كلهم هو البيرسونال هيجين. تجيك بالمرحلة الثانية هي البستورايزيشن اوف ميلك، الحليب ضروري يتبستر، وإذا يعني شكيت بي أنت بستره فور درينكينج خاصة وانكوربوريشن انتو ذا اذر دياري برودكتس، المنتجات اللي تشك بيها. يعني عادة احنا بالبيت ما اجيب منتجات الى ما تكون خاضعة للسيطرة، لانه هذه البكتيريا مزعجه جدا والاصابه بها يعني لونج ستاندينج انفكشن مزعجه جدا. از افكتيف ان بروتكتنج كونسيومر نو اكسبتد فاكسين فور هيومن، اللقاحات البيطريه فقط هي اللي يعني افكتيف، ولحد الان ماكو لقاحات بشريه مصادق عليها. هيومن التريتمنت مالته طبعا من 4 إلى 6 ويكس، يعني اعرف ناس سنه ونص يتعالجون بانتيبايتك بين فتره وفتره وبعدهم كرونيك. هاي مقترحات لك، توكسيسايكلين وغيرهن عديد، وطبعا ازيثروميسين هسه يعني هذا من الجيل الجديد، الى حد قبل فد 10 سنين هو كان يعني متربع على القمة. Thank you.